عش أجمل اللحظات ووثق أحلى الذكريات. مرحبا بكم في عمان. السلام عليكم من قناة شبيبة، موجز عمان اليوم وإليكم أبرز العناوين. ينطلق غدا مهرجان مسقط بحلته الجديدة بعد أولى انطلاقته عام 1998. هيئة تنظيم الكهرباء والمياه تكرم اليوم المشاركين في حملتها أنا ألتزم والتي نفذت العام الفائت. يبدأ غدا منخفض جوي على بعض محافظات السلطنة حسب ما أوضحته المديرية العامة للأرصاد الجوية ويستمر لثلاثة أيام. 6 أشخاص بينهم امرأتان يديرون محلاً للعب القمار في أحد مطاعم ولاية دبا، وشرطة مسندم تلقي القبض عليهم وبحوزتهم مبالغ مالية. يدخل منتخبنا العسكري اليوم الأربعاء في لقاء الصعود للدور الثاني عبر بوابة الشقيق العسكري البحريني. نبقى الآن مع النشرة الجوية المتوقعة ومواقيت الصلاة ليوم الغد. هذه كانت أبرز العناوين لهذا اليوم. للمزيد من التفاصيل زورونا على شبيبة.com. إلى اللقاء. عش أجمل اللحظات ووثق أحلى الذكريات. مرحبا بكم في عمان.